اكتر مكان بيعبي بكتيريا، لان الجلد في الوقت ده بيكون جاهز جدا. وهنعمل بقى تركات التفتيح، لان انا شخصيا كشوق مش هقدر اعمل كده اون كاميرا. الماسك ده هيعمل تفتيح وتقشير للجلد الميت، لان دي فعلا اللي هتبين شكل رجليكي منور. اهم خطوه بشوفها في تفتيح الرجلين، لان اصلا الجلد بتاع الرجلين ده بيكون افضل واقوى مقشر للرجلين هو. ازيكم، فيديو النهارده هنعمل فيه روتين باديكير الرجل قبل العيد. الروتين اللي انا هقول لكم عليه ده حلو جدا، هيشيل كل الجلد الميت اللي في رجلكم وهيفتحها جدا وهيرجعها زي رجلين البيبيهات بالظبط، وهيخليها ناعمه قوي زي بالظبط ما عملنا روتين لتفتيح الايد وروتين لتفتيح الجسم. هنعمل برده روتين تفتيح الرجل والعنايه بيها. بعد اذنكم اقول لكم حاجه، بس في اقل من 20 ثانيه انا بعتذر لاي حد طلب مني ان انا اعمل باديكير الرجل ده عملي، لان انا شخصيا كشوق مش هقدر اعمل كده اون كاميرا، ومش حاسه قوي ان انا صح او ينفع ان انا اقعد كده واصور رجلي وابين انا بعمل ايه وبتاع. روتين الايدين تمام كده كده، الايدين عادي حلال ان هي تبان، والوش برده كده كده حلال ان هو يبان، لكن موضوع ان انا اشتغل في رجلي في فيديو ده انا مش عارفه ده ينفع ولا ما ينفعش. فاي حد مش هيفهم الروتين بالكلام وعايز تطبيق عملي فالفيديو ده مش هيكون ليه. انا هحاول بقدر الامكان ان انا اشرح لكم واوصف لكم الحاجه بتتعمل ازاي، ولو لقيت اي صور على جوجل بتدعم الخطوه اللي انا بشرحها هسيبها لكم في الفيديو وقت الشرح. اول خطوه طبعا ان احنا هننقع رجلينا في حاجه تفتح مسام الجلد وتبوش كده الجلد الميت، وكمان تفتح لون الرجلين ولون البشره والجلد بتاع الرجلين. هنجيب الطبق بتاعنا عادي جدا، اي طبق عندك، طبق غسيل، حله قديمه، اي حاجه، وتحطي فيها ميه سخنه قدر استطاعتك، اقصى درجه حراره سخنه تقدر رجليك ان هي تستحملها. وهنعمل بقى تركات التفتيح اللي عملناها في تفتيح الجسم، ان انت هتحطي معلقه او ممكن برضو معلقه رابسو، وممكن يكون الاثنين مع بعض عادي مفيش مشكله، الاثنين هيفتحوا جدا الجلد وامنين جدا مفيش منهم مشاكل. وهنحط كمان في الطبق مثلا شويه كده شاور جيل محترمين يرغوا كده ويعملوا فوم وبابلز كتير، وكمان هنحط كربونات صوديوم علشان الفوران اللي بتعمله ده بيفتح جدا الجلد والمسام. وهنحط بقى عليها اي شويه خل، ممكن يكون خل ابيض او خل تفاح عادي، غطى كده مثلا في الطبق اللي انت حاطه فيه رجلك، ومفيش مانع من شويه ملح وليمون، وندوب المكونات دي كلها مع بعض في الميه ونحط رجلينا فيها لمدة مثلا ربع ساعة او تلت ساعة. لما نطلع رجلينا هنلاقي جلد الكعب وجلد وش الرجل بايش جدا، ففي الوقت ده هيجي خطوة فرك الجلد الميت. هنجيب اول حاجة مبرد الكعب اللي هو بيكون شكل كده او ايا كان الشكل اللي عندك، وتبداي ان انت تمشي على كعب رجلك وتفركي بيه، هتلاقي نزل معاكي جلد ميت كتير جدا، لان اصلا الجلد بتاع الرجلين داب من سخونة المية. تفضلي ان انت تتعاكي كده على كعب الرجل لمدة مثلا 5 او 10 دقايق، وبعد كده تجيبي اللوفة المغربية بتاعتك وتبداي ان انت تمشي برضو على وش الرجل فرك كده بحركات دائرية. ممكن تحطي على اللوفه دي شاور جيل تاني برده، وعلى الصوابع كده من قدام برده تعملي فرق، وللضوافر وبين الصوابع تحديدا بين صوابع الرجلين برده، عشان المكان ده اكتر مكان بيعبي بكتيريا من لبس الشوزات. تالت خطوه بقى التقشير. انا بشوف ان افضل واقوى مقشر للرجلين هو المقشر بتاع السكر وزيت الزيتون والقهوه والحليب الباودر، بيكون مقشر وماسك في نفس الوقت. تاخدي منه كميه محترمه وعلى وش رجلك تفضلي ان انت تفركي كويس جدا، وبرده على الضوافر وعلى العقل وبرده على الكعب من ورا لو تقدري، هتلاقي الجلد عمال يكبر كده معاكي وينزل، وفعلا الخطوه دي تحفه. وعادي ممكن تستخدمي برده السكرابات الجاهزه اللي هي بتكون زي كده، بس بشوف ان دي بيكون تقشيرها خفيف شويه على جلد الرجل، لان جلد الرجل سمكه شديد قوي. وممكن تستخدمي برده مقشر الملح والليمون اللي احنا عملناه لتقشير الايدين، بس انا حاولت انوع يعني، بس هو فعليا مقشر جبار وبيفتح الجلد جدا وكمان بيقشر كويس قوي. بعدها هتنزلي رجلك تاني في الطبق بحيث ان هي تاخد شطفه كده من كل حاجه عليها وتطلعي رجلك نظيفه، وتجيبي بقى الفازلين وتاخدي منه كده كميه صغنونه، وتبداي ان انت تحطيها على ضوافر رجلك كلها وعلى الجلد اللي هو بيكون حوالين الضوافر ده، علشان ننضف ضوافر رجلينا زي ما نضفنا ضوافر ايدنا بالظبط. ونسيب الفازلين ده على ضوافرنا لمده مثلا 5 او 10 دقايق، وفي الوقت ده هنستغله ان احنا هنعمل ماسك لوش الرجل بتاعنا. الماسك ده برده هيعمل تقشير وتفتيح للجلد. ان انت ممكن تستخدمي خليط الصابون المغربي على الطمي المغربي على الدلك السوداني مثلا زي ما عملنا في روتين الشاور، وتضيفي عليهم ممكن مثلا نشا وزيت زيتون وتقلبيهم كلهم على بعض وتفرديهم على وش رجلك 10 دقايق وتشطفيهم، وتستخدمي اللوفه لو انت حطيتي صابون مغربي علشان الصابون هيكون شال طبقه من الجلد الميت، تبداي ان انت تفركي بيها برده وش رجلك علشان تشيلي كميه جلد ميت كبيره. لكن لو مش هتستخدمي روتين مغربي وتعملي مثلا ماسك بس، ممكن تستخدمي ماسك القهوه وتحطي عليه ترمس ونشا ومايت ورد، دول تحفه جدا في التفتيح. او ممكن تستخدمي ماسك لبان الدكر والنشا برده، عادي عندك كذا اوبشن، المهم اي ماسك تفتيح عندك. وممكن عادي الماسكات الجاهزه زي ماسك الطاميه او ماسك الحليب بتاع بوبانا، اي حاجه جاهزه او اي ماسك يعمل شويه تفتيح، لان الجلد في الوقت ده
بيكون جاهز جدا ان هو يمتص اي حاجه بتحطيه عليها ويستفاد بيها بصوره ونسبه كبيره جدا عن الطبيعي. وهتفضلي لعشر دقائق حاطه على وش رجلك الماسك وعلى ضوافرك الفازلين. الخطوه السادسه هتكون قص الضوافر والزوايد الجلديه بان انت هتجيبي ادوات البادي كير بتاعتك وتبداي زي ما عملنا برده في روتين الضوافر بتاع الايدين بالظبط، تبداي ان انت تمشي كده على الزوايد الجلديه بتاعه رجلك وتشيلي اي حاجه جلد ميت موجود بعد ما تكوني طبعا عملتي له زق كده بالزقاقه او بالراس بتاع المبرد، وبرده بنفس الراس بتاع المبرد تنضفي تحت ضوافرك لو انت مثلا بتطولي ضوافر رجليكي، او لو عايزه تظبطي الشيب بتاع الضوافر تستخدمي المبرد والقصافه تظبطي ضوافرك تخليهم كلهم طول واحد. بس انا اهم خطوه بشوفها في تفتيح الرجلين هي ان انت تنضفي ضوافر رجليكي، لان الضوافر لما بتكون غامقه بتدي شيب كده او شكل او انطباع عن ان الرجلين كلها غامقه، وغمقان الرجلين ده بيجي من لبس الشوزات والكوتشات فبيعبي بكتيريا تحت الضوافر، فاهتمي جدا بتنظيف ضوافر الرجل لان دي فعلا اللي هتبين شكل رجليكي منور وهو السن او البوز بتاع المبرد ده، وادخلي في كل زوايا وزنائر ضفر رجلك وشيلي اي اوساخ موجود. الخطوه السابعه اللي بعد كده ان انت تشيلي بقى الشعر بتاع رجليكي، ممكن بالشفره عادي تستخدمي اي نوع شفره او اي وسيله ازاله شعر انت بترتاحي عليها، وخصوصا اللي هي المكان اللي عند العقل ده في صوابع الرجلين ده برده لما بيكون فيه شعر بيبين ان الرجل مش نظيف، فشيلي برده منه الشعر وحطي كده جل حلاقه محترم تحت الشفره واستخدمي شفره جديده، ان شاء الله هتلاقي الشعر بيشتغل معاكي بسهوله جدا. الخطوه رقم 8 انا بشوفها ان هو الفينش النهائي كده، انت بتكوني شاطفه رجلك وبعد كده بتجيبي الفرشه اللي هي بتكون زي كده ورجلك عادي منديه ما فيهاش اي حاجه، وتبداي ان انت تمشي كده بالاحتكاك كده على ضوافر رجليكي. الحركه دي حلوه جدا في ان هي بتشيل اي اوساخ لسه باقيه او موجوده في الضوافر، وكمان الضوافر عشان بتكون بايشه والاوساخ بيكون كده كده دايبه اصلا وسهله ان هي تطلع، فبالاحتكاك ده اي حاجه بايه بتبدا ان هي تنضف وضوافرك تدوب تماما وتتاكدي ان هي نظيفه جدا. وبرده بجيب اللي هو مش عارفه اسمه ايه، بس هو برده زي مبرد كعب يعني، بس بيكون بشكل موس كده يعني، في موس هنا وده بيعمل زي تقشير برده لكعب الرجل، وامشي بيه على اي زوايا جلديه لسه موجوده سواء بقى جنب الضوافر او في كعب الرجل نفسه او في اي حته، شيكي بيه كده شياكه نهائيه لان ده بيكون يعني حد شويه، فما ينفعش ان احنا نعمل بيه برد مبدئي يعني، لازم البرد يكون بشكل نهائي بس بنشيل بيه حتت معينه كده تخطيف يعني. واخر خطوه خالص بقى هي الترطيب العميق جدا، استخدمي اي مرطب للرجل بس يكون قوي، ممكن تستخدمي الكريم ده اللي هو بتاع ستاركي ترطيبه قوي جدا، او الكريم ده بتاع ترطيب الرجل من ابن سينا من شركه ماي واي، او ممكن تستخدمي الفازلين نفسه، بس الفازلين يستخدم اكتر لترطيب الكعبه بس ما بيبقاش حلو قوي في ترطيب وش الرجل، بس ممكن تخلطيه مع كريم تاني يكون مثلا هاند كريم او حاجه وتعملي بيهم ميكس كده ترطبي بيهم وش رجلك، عشان قوام الفازلين بيكون قوي شويه يعني، فما بيكونش اعظم حاجه في ترطيب الرجلين لوحده، لو لوش الرجل بس لازم يتخفف بحاجه تانية اخف منه. وطبعا مش عايزين ننسى تركات دم الغزال، تاخدي شويه دم غزال محترمين كده وتفرديهم على رجلك كلها من تحت وبنفس الفرشه بتاعه تنظيف الضوافر دي، وتوزعي بيها دم الغزال كده على كعب رجلك وتخليه متساوي. بعد كده تلبسي الشراب بقى، اول حاجه تلبسي الشراب البلاستيك ده على رجلك، ومن فوقيه الشراب اللي هو اي حاجه بقى قماش او فروه او اي حاجه عندك، المهم ان هي حاجه تمسك الشراب البلاستيك ده علشان نحفظ الترطيب مده طويله جدا في الرجل. الروتين ده انا بعمله كل فتره بيفور رجلي حرفيا وبتتحول 180 درجه، فانصحكم جدا ان انتم تطبقوه بحذافيره، لان كل خطوه وتركايه ليها هدف ونتيجه هتشوفوها بعينكم لما تطبقوه. وبس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده، لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوا لي في الكومنتس هرد عليكم كلكم، وما تنسوش لايك وسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه كتير. سلام.